كان في كلام ان ايمن حفني ممكن يخش في المباريات الفتره اللي جايه مع الزمالك، بس كارتيرون لسه بيأجل ظهور ايمن حفني، شايف ان هو مش جاهز بدنيا حتى الان بشكل كبير، لسه محتاج شويه وقت، وده منطقي ومفهوم. ده فيما يخص كمان ايمن حفني واللاعبين في الفتره الحاليه في نادي الزمالك. انا عايز او متخيل نادي الزمالك في الفتره الحاليه عنده مرحله هدوء، عنده مرحله استقرار ما بمعنى انه مش محتاج يخلق لنفسه ازمات، مش محتاج يطلع ازمات بدون داعي. فالزمالك اشتغل بشكل كويس عشان تاني وتالت ورابع مواجهه المولوديه القادمه لو الزمالك فاز فيها امور كتير هتتظبط. اولا اللاعبين هيرجع عندهم ثقه في نفسهم، الجهاز الفني هيبقى عندهم ثقه في اللاعبين، الجماهير هيبقى عندها ثقه في الجهاز الفني اللي هي لسه زعلانه منه شويتين بقياده باتريس كارتيرون. في امور كتيره هتتظبط لو الزمالك حقق فوزه على المولوديه قبل كمان ما هيتظبط موقفه في المجموعه. انا بتكلم على هدوء لازم يحصل لنادي الزمالك، وتاني وتالت ورابع بكرر انه الزمالك عنده مجموعه لاعبين رائعين، مش مصطفى محمد بس، مش مصطفى محمد بس، لا انت عندك لاعبين رائعين، عندك لاعبين جاهزين، عندك لاعبين يقدروا يشيلوا الفريق، والزمالك لعب فتره بدون مصطفى محمد وحقق نتائج جيده. ما ينفعش نلخص الزمالك في مصطفى محمد، عندك فرجاني ساسي وعندك اشرف بن شرقي وعندك طارق حامد وعندك اوباما وعندك كل اللعيبه اللي في خط الدفاع، محمود علاء وعندك الونش المتالق وعندك ابو جبل او جنش، عندك مجموعه لاعبين رائعين جدا وفتوح وعبد الله جمعه ومسلوسي وحازم امام، تشكيله محترمه. ما ينفعش تقول انه الزمالك عنده تشكيله ضعيفه، بس المهم تكون تشكيله واقعيه مش اسماء وبس، تشكيله بتحقق بطولات، تشكيله بتحقق ارقام، تشكيله بتحقق انجازات، تشكيله بتحقق اداء ونتائج نادي الزمالك يكون محتاجها عشان الاداء لوحده لا يكفي، وده اللي كنت لسه بكلمكم عليه مع منتخب مصر. اداء بدون نتائج مش مشكله، نتائج بدون اداء تمام. لكن لا انا قلت الجمله، اقول لكم جمله تاني، اداء من غير نتائج مشكله، اداء او نتائج ومفيش اداء مش مشكله. ده اللي بيحصل مع منتخب مصر، نتائج مفيش اداء مش مشكله تعدي، لكن تقدم لي اداء كويس وما تحققليش نتائج لا تبقى مشكله كبيره، مشكله لاي حد. ده اللي حصل مع الزمالك الموسم اللي فات. الزمالك بيلعب مباريات كبيره جدا رائعه، وده كان التحفظ على رحيل باتشيكو انه انت ماشي بشكل كويس، بتلعب مباريات كبيره، بتقدم مباريات كبيره، بتحقق نتائج جيده. عملت كل ده بس خسرت دوري، خسرت كاس، خسرت نهائي دوري الابطال، موقفك بقى صعب دلوقتي في مجموعات دوري ابطال افريقيا للاسف بتشكيله كلنا متفقين انها تشكيله رائعه لنادي الزمالك. الغلط فين؟ الغلط دايما بيبقى في عدم الاستقرار، وتحديدا في الجهاز الفني، وتحديدا في الجهاز الفني. انا ما بكلمكش على مستوى اداره ولا على مستوى لاعبين ولا الكلام ده كله، انا بكلمك على الجهاز الفني. الجهاز الفني لما يبقى ثابت وعنده كل المقاومات بيقدر ينجح وتبقى الامور سهله وبسيطه.